الطريقة الأولى، بالطريقة الأولى نقوم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى نستعمل الدراجة لتسخين الجسد. والعملية تتم لمدة 10 دقائق. في المرحلة الثانية نقوم باستعمال زيوت قابلة لإزالة الدهون. وفي المرحلة الثالثة نستعمل هذه الآلة التي تعطي الذبذبات التسخينية. يمكن الزيادة في الحرارة وكذلك الزيادة في الذبذبات أو النقصان منها، ومدة التسخين ما بين 10 إلى 15 دقيقة. المرحلة الثانية نقوم بوضع البلاستيك الغذائي للتسخين. وبالمرحلة الثالثة نقوم بوضع الحزام الخاص بشد البطن للمساعدة في التسخين جيدا. وشده وفي المرحلة الرابعة الخاص بالطريقة الأولى والثانية نضع كريم خاص بالتدليك.